الى ذلك اعلنت شركه مطار البحرين تحقيق مطار البحرين الدولي انجاز غير مسبوق يتمثل في كونه اول مطار في العالم ينال شهاده التقييم البيئي الصادره عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في خطوه تبرز نهجه مطار المبتكر نحو الاستدامه البيئيه والعمليات المسؤوله وبهذه المناسبه اشار الرئيس التنفيذي لشركه مطار البحرين الى ان حصول مطار البحرين الدولي على شهاده التقييم البيئي للمطارات يشكل علامه فارقه في مسيره الشركه ويعكس التزامها الاستراتيجي بتقليص الاثر البيئي للمطار وبدوره اكد السيد كامل العوضين نائب الرئيس الاقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لافريقيا والشرق الاوسط الى ان هذا الانجاز يعكس التزام المطار التام بالاستدامه البيئيه والممارسات التجاريه المسؤوله من خلال وضعه خطط فعاله للاداره البيئيه وتحسين الاداء بصوره مستمره. هذا وقد تفضل السيد كامل العوضي نائب الرئيس الاقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لافريقيا والشرق الاوسط بتسليم هذه الشهاده المرموقه الى السيد محمد يوسف البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركه مطار البحرين وذلك في الجناح الخاص بمجموعه طيران الخليج خلال اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران 2024.